اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تعقد مؤتمرا صحفيا لنشر وتوضيح الانتهاكات التي حدثت للمدنيين خلال شهري يناير وفبراير بالمناطق التي تشهد نزاعا مسلحا. قام رصدي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان خلال شهري يناير وفبراير ضمن أنشطتهم ومبادرتهم المعتادة برصد وتوثيق عدد 490 انتهاك، وهي إجمالي الانتهاكات التي رصدها كافة راصدي اللجنة الوطنية في جميع محافظات الجمهورية. من بين تلك الانتهاكات تهجير 186 أسرة و57 واقعة قتل خارج نطاق القانون وسقوط 29 ضحية زرع ألغام فردية، إضافة إلى وقوع 3 حوادث زرع ألغام مضادة للدبابات قتل فيها 30 مدني في محافظات أبين والضالع ولحج. كما تضمنت أعمال الرصد 63 واقعة اعتقال وإخفاء قسري و12 حالة تجنيد أطفال وتفجير 22 منزل. كما تم رصد وتوثيق وقائع مختلفة لاستهداف المدنيين في عموم محافظات الجمهورية ومن كافة الأطراف، سقط فيها 543 قتيل بينهم 13 امرأة وستة أطفال وإصابة 67 مدني آخرين بينهم 10 أطفال وخمسة نساء. كما تم رصد وتوثيق عدد من الانتهاكات التي حدثت للمتظاهرين عام 2011 ميلادية. رصد وتوثيق عدد من أحداث العام 2011 والتي كانت مركزة على الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين في ساحات الجمهورية، من بينها الاعتداء على المتظاهرين في جولة كنتاكي وحي القاع وبنك الدم في صنعاء، والاعتداء على المعتصمين بمحافظة مأرب في مارس من العام 2011. وفي مجال التحقيق أنهى فريق التحقيق وأعضاء اللجنة التحقيق في 309 واقعة انتهاك حدثت في عدد من محافظات الجمهورية، من بينها استهداف المدنيين والتهجير القسري وزرع الألغام التي حدثت للمدنيين في محافظات عدن ولحج والضالع في العام 2015. وتم الاستماع إلى العديد من شهود العيان الذين طالت الانتهاكات حقوقهم في أكثر من منطقة بمحافظة تعز. أنا صار قبيشة من جهة الحوباني كان مسيطر الحوثي وعلي صالح، فراح منا ضحايا 7 نساء يعني من أسرة واحدة، يعني اللي ماتن يعني من 3 أخوان هذا الأسرهم، بناتي ثنتين مريم وسمية بنات جامعيات، لا كنا نحمل سلاح ولا نحمل رصاص ولا نعمل شيء إلا آمن داخل بيتنا. حسيت بألمنا الحقيقي اللي هو دمار البيوت ودمار الأولاد، أولادي بدون تعليم واللي كان طموحي صح، زوجي بدون عمل، حياة مشتتة لجميع الأسر. لقيت الوضع هذا عند كثير من الناس والكل ساكت. روحنا تعز، جلسنا بالبيت، شفنا الجوع، شفنا الفقر، بس نجلس ببيتنا زي ما قالت الواحدة من نحن النساء، بيته هي وطنه. وبنجلس نقول إرحال، وبنعيش نقول إرحال، بيحرقونا بيألمونا، المحق الأولاد بالأرض، بطونا للأرض، أصحباتنا جوراتنا اللي راسها بالأرض، المسيرات التعب كله، وللآن نقول إرحال وإرحال إرحال إرحال، وبنعيش نقول إرحال مهما فعلوا، سبونا بشرفنا، قتلوا أولادنا أخواننا، سبنا من أقرب الناس في بنا، ولكن نقول إرحال. بترحل يا علي رغم الألم، بترحل رغم اللي شفناه، بترحل غصبا على الكل. انتهاكات لا تعد ولا تحصى ولا زالت مستمرة في مدينة تعز ومديريتها، حتى وصلت إلى القرى التي كانت لا تتوقع أن يصل إليها العنف والتدمير ضد النساء والأطفال وكل أفراد المجتمع. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.